الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بنيجي احنا بالدرس تبع الميل ريبرودكتيف سيستم والسبرماتوجينيس. طبعا الميل ريبرودكتيف سيستم اهم ستراكشر فيه هو الخصية التستيس. تتغطى الخصية بستراكشر اسمه تونيكا البوجينيا. التونيكا البوجينيا تقسم للخصية من 200 الى 400 لوب. لوب يعني فص او جزء زي فصوص البرتقال. داخل كل لوب يوجد عندي من 3 إلى 10 سيمينيفروس تيبيوس. إنتاج الحيوانات المنوية بيحصل عملية اسمها سبرماتوجينيسيس. في نهاية الأسبوع الخامس تتواجد البرايمورديال جيرم سيلز تبعون الميل اللي حكينا عنهم نفسهم تبعون الميل داخل إشي اسمه بريماتيف سكس كورت، ومن هون تبدأ بالتحول إلى سبرماتوجونيا. عند البلوغ تصبح هذه الكوردز سيمينيفروس تيبيولز. ما الفرق بين هذول الاثنين؟ انه الكوردز ما فيهم فتحة، مسكرات، بينما التيبيولز فيهم فتحة. يعني بعد البلوغ تتحول السيمينيفروس كوردز الى سيمينيفروس تيبيولز، يعني فيهم جواهم فتحة. داخل السيمينيفروس تيبيولز يوجد عندي 3 انواع من الخلايا. لايدنج سيلز وظيفتها افراز تستوستيرون. وهذا سؤال كتير بيتكرر. سيرتولي سيلز هاي وظيفتها بروتكشن اند نيوتريشن. واخر اشي سبرماتوجونيا اللي هي الحيوانات المنوية. تطور الحيوانات المنوية بيحصل ب3 خطوات، بكون اسمهم سبرماتوجونيا. عن طريق مايتوسيس بصيروا برايمري سبرماتوسايت. البرايمري سبرماتوسايت عن طريق الفيرست مايوسيس بصيروا سكندري سبرماتوسايت. سكندري سبرماتوسايت عن طريق سكند مايوسيس بصيروا سبرماتيد. والسبرماتيد هو اماتشور سبرم، يعني سبرم غير بالغ. هلا من اجل ان يصبح السبرماتيد بالغا لابد من حصول عمليه السبرميو جينيسيس، وهي عمليه يحصل فيها تحويل السبرماتيد الى ماتشور سبرم سبرماتوزوا. تمام. عمليه السبرميو جينيسيس بيحصل فيها تكوين الاكروسوم، كوندنسيشن اوف ذا نيوكليوس تكثف للنواه، تكوين إشي اسمه أكروسوم اللي هو الجسم الهاضم، هذا بعدين راح ناخده، لونج فلاجيلا، لوكالايزد ميتوكوندريا بحط الميتوكوندريا حوالين النيك اوف ذا سبيرم، وآخر إشي شيدنج إزالة لكمية السيتوبلازم الإضافي. هرمونات الذكر الهايبوثالامس بتفرز GnRH. الهايبوثالامس غدة بنسميها تحت المهاد تفرز الجي ان ار اتش. الجي ان ار اتش يحفز البيتويتري جلاند لافراز الاتش واف اس اتش. الاف اس اتش تحفز السيرتولي، والسيرتولي تقوم بافراز سوائل لازمه لنمو السبرم، بينما الاتش يحفز اللايدنج سيل، واللايدنج سيل تفرز تستوستيرون. مع أن السبرم أصبح بالغا زي ما عرفنا، غير أنه غير بالغ من ناحية الوظيفة. عشان يصير بالغ من ناحية الوظيفة ويقدر يلقح البويضة، واحد لابد أن يتلقى سوائل من السيمينال فيسيكل، آسف، هذه السوائل تحتوي فركتوز، وقتها يصبح قادرا على الحركة بعد تلقيه سوائل السيمينال فيسيكل. 2 لابد أن يتعرض للإبيثيليوم تبع الجهاز التناسلي الأنثوي. الآن محتويات السيمن أو السائل المنوي، يحتوي السائل المنوي من 2 إلى 5 مل على 20 إلى 100 مليون حيوان منوي. 60% من السائل جايين من سيمن الفيسيكل، 20 إلى 30% من البروستات، ويحتوي أيضا على إنزيمات. هلا هيك بنكون خلصنا الجزء اللي معاكم. نيجي على الجزء اللي قلت لكم راح اشرح لكم اياه كمان شوي.
بنيجي احنا للمنسترو سايكل. المنسترو سايكل الدورة الشهرية، وهي عبارة عن تغيرات تحصل في الجهاز التناسلي الأنثوي شهريا من بعد البلوغ، معنى كلمة بلوغ يعني بيوبرتي حتى سن الياس. الياس يعني منوبوز. كيف تيجي المنسترو سايكل؟ هلا في الحقيقة المنسترو سايكل احنا بنقسمها لجزئين، اوفاريان سايكل وهي هاي بتنتج هرمونات، ومنسترو سايكل او يوتراين سايكل هاي اللي بصير فيها نزيف. الاوفاريان سايكل بنيجي الهايبوثالامس بتفرز لي هرمون اسمه جونادوتروبين ريليسنج هرمون. الجونادوتروبين ريليسنج هرمون بحفز لي البيتوتري جلاند لافراز اف اس اتش وال اتش. الاف اس اتش يحفز الجرانيولوزا، والجرانيولوزا تبدا بافراز استروجين، بينما ال اتش يحفز خروج البويضه في يوم 14 من الدوره الشهريه، يحفز الاوفيوليشن. طبعا احنا بنعرف نتيجه للاوفيوليشن للتبويض ينتج عندي شيء اسمه الجسم الاصفر كوربس اليوتيم اللي بصير يفرز لي بروجستيرون. يعني ال اتش يحفز ظهور الكوربس اليوتيم، والكوربس اليوتيم بصير يفرز بروجستيرون. هلا نتيجة لظهور الاستروجين والبروجستيرون يظهر عندي اليوتراين سايكل، وهي عبارة عن تغيرات تحصل في الرحم كل شهر لتجهيزه لحصول الحمل. هلا يتكون جدار الرحم من طبقتين، ستراتم بيزاليس وستراتم فانكشناليس، يعني الطبقة السفلية أو الطبقة البيزل والطبقة الفانكشنال. الطبقة البيزل لا تتغير، نكتبها هاي الشغلة، لا تتغير مع الدورة الشهرية، بينما ستراتم فانكشناليس بقسمها إلى سبونجيوزم وكومباكتم، وهذه تتغير مع الدورة الشهرية مع الهرمونات. طبعا الرحم يمر بثلاث مراحل خلال الدورة الشهرية. أول مرحلة هي أول 3 إلى 5 أيام من كل دورة شهرية، المرحلة اللي بيحصل فيها النزيف اللي هي رقم 3، هاي اسمها منسترول فيز. بعديها الفوليكولر فيز بيحصل بعد اليوم الخامس، يعني بعد انتهاء الدم، وهي بتكون تحت تأثير الاستروجين. السكريتوري فيز بتحصل بعد 2 إلى 3 أيام من التبويض، وبتكون تحت تأثير البروجستيرون. آخر إشي بهذا الشيت تصنيفات أو أسماء المينارك اللي هو سن البلوغ، المينوبوز هو سن اليأس، والمنسترو سايكل مدتها في العادة 28 يوم، هذا الأفريج، لكن ممكن تكون من 21 إلى 35، وهذا كله نورمال رينج. أوكي نكون خلصنا الجزء الناقص من الإمبريولوجي. بتمنى لكم التوفيق.